السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بي في هذا الفيديو الجديد. شوفوا معايا أخوتي هذا الفيديو اللي توثق لحظة العثور على الطفل أكرم المختطف من طرف جارة الوالدة ديالته بمدينة القنيطرة. واحد المواطن مغربي لقاهم في مراكش، هاد السيدة اللي خدامة بأكرم في مهنة السعاية، جالسة كتسعى بيه، كتبيع كلينيكس وكتطلب، كتمد يديها لله وشادة ولد الناس عندها. عيب وحرام، حسبي الله ونعم الوكيل. أول حاجة أنا كنوجه الشكر الكبير للمواطن المراكشي اللي هو اللي اكتشف الطفل أكرم، وهو اللي تواصل مع والديه، وهو اللي تواصل مع السلطات الأمنية باش جاو اعتقلوها. تبارك الله على هاد السيد، على المجهود اللي قام به، وعلى الرجولة والروح الوطنية ديالته، لأن لولا هاد السيد هذا كون راه الطفل أكرم المصير ديالو مجهول. بحال والو غادي تقتلو هاد السيدة، بحال والو تبيعو لشي حد، بحال والو تبيعو لشي عصابة، بحال والو يموت ليها، لأن الظروف فاش عايش هاد الوليد هذا مدة 25 يوم، ظروف اللي هي مزرية، حالته حالة مكرفس بزاف. إذا آخر الأخبار كتقول أنه كشفت المعطيات المتسربة من البحث الأولي في قضية الطفل الأكرم الذي تم اختطافه منذ شهر تقريبا من قبل جارة لأسرته بالقنيطرة، عن معطيات وحقائق صادمة بعدما تم إيقاف المشتبه فيها مساء أمس بمراكش بمعية الطفل المذكور. يعني تم الاعتقال ديالها البارح يوم الأحد، ولله الحمد. ودابا راه صافي تعرفنا على الهوية ديال ديك السيدة المنقبة المتسولة بأنها هي فعلا خديجة وماشي شي وحدة أخرى. وأشار مصدر موثوق إلى أن المشتبه فيها حاولت أثناء استنطاقها تمويه الأمن بالإدعاء أن أكرم هو ابنها، لكن تصريحاتها المتناقضة والوثائق التي تثبت تاريخ ازدياده أثبتت كذبها وجعلها تتراجع عن تصريحاتها والتزام الصمت لفترة طويلة، يؤكد المصدر. إذن من يتم اعتقال خديجة من طرف السلطات الأمنية، قالوا لها هاد الولد هذا اش كيجيك؟ وعلاش كتطلبي بيه؟ شنو تديري بيه؟ قالت لهم انا هاد الولد هذا ولدي هذا سميتو اكرم وراه ولدي. قالوا لها لا انت كتكذبي، عطينا التاريخ ديال الميلاد ديالو، عطينا الوثائق اللي عندك. السيده ولات غير كتدخل وكتخرج في الهضره وبقات غير ساكته. صافي منين شافت راسها حصلات صافي سكتات. ايوا السكوت كيبين على ان هاد السيده كاذبه وكتدعي ان الابن ديالها هو اكرم. عقلت اخوتي من بعد ما راجت واحد الاشاعه في السوشيال ميديا، الناس بعض الناس كيقولوا في التعاليق راه اكرم راه هو ابن خديجه، داكشي علاش خداتو، راه ولدها هذاك ومن حقها تاخذو. بحال والو ان هاد خديجه هي اللي كانت كتفرج فينا، وهي اللي كانت كتكتب هاد التعاليق، هي اللي كانت كتروج لهاد الاشاعه، كتقول بان هذاك راه ولدي ومن حقي نديه. فهمتوني اخوتي؟ باش تقلب الراي العام ضد ميلوده، وفعلا واحد الوقيته ميلودة تقلب ضدها واحد النسبة قليلة من المغاربة، كيقولوا لها انت كدابة، انت سرقتي الولد لمو وبغيتي ترديه ولدك صحة، هذاك راه ولد خديجة، راه كيشبه ليها، كيشبه لها في العينين في النيف في الودنين. السيدة كتقول لهم اتقوا الله، هذاك راه ولدي، وجابت لهم ها اللي ولداتها، ها اللي صوبت لها السفوف، ها اللي قابلاتها، غير باش تأكد ان اكرم هو ولدها بالفعل. السيدة غير كتكذب، السيدة هي نصابة من الدرجة الأولى، واكيد هي كانت كتفرج فينا وعارفه اش كيروج في السوشيال ميديا، وكتضحك علينا وهي شاده الولد وكتكرفس عليه مسكين. وكشف المصدر ان المشتبه فيها ظلت تستغل الطفل اكرم في التسول وتبيع المناديل الورقيه طيله مده تواجدها بمراكش، حيث كانت تبيت بمعيه المعني في الشارع، وهو ما يفسر الحالة المتردية التي وجد عليها. شوفوا اخوتي غير الفيديو يبين لكم، شوفوا غير الصور تبين لكم الحالة كيفاش داير الولد مسكين. الحالة كون راه داك ليكوش كيبقى فيه النهار كامل حتى الليل، والولد مسكين كون راه كيبقى بالجوع وبالعطش، وداك الشمس ديال مراكش نتوما عارفين المناخ ديال مراكش شحال قاسح، قاسحة بزاف، الولد ما غاديش يقد على داك الجو بحال هكاك. شوفوا حالته هي بصرفاقة الميكا والتقاشر والنقاب باش ما يعرفها حتى شي واحد،
والبيجامه حالتها حاله، رجليها كيبانوا مسخين غير من التصويره، راه تبان لكم الحاله. يرثى لها، خاطفه الولد وكتباس به في الشارع، ما خافت انه يغتصبها شي حد او اللي يغتصب داك الولد شي حد. انت لا ما خافاش على راسك، خافي على ولد الناس اللي يشدوا شي شمكار ولا يشدوا شي متسول ويشدوا ويتكرفص عليه. قال لك حسب مصدر موثوق فان الامن الولائي بمراكش سلم في هذه اللحظات الطفل أكرم لأمه، فيما تم الاحتفاظ بالمعنية في انتظار نقلها إلى مدينة القنيطرة لاستكمال التحقيق. فالحمد لله على سلامة ميلودة، الوليد ديالها رجع للحضن ديالها، الله يحفظه يا ربي آمين. وإن شاء الله المرة الجاية ترد البال لوليداتها كاملين، ماشي غير الأكرم، لوليداتها بثلاثة ترد لهم البال وتشدهم بيديها وبسنانها. وكنتمنوا ان التقرير الطبي يطمننا على اكرم انه الحمد لله بصحه جيده وانه ما تعرضش للاعتداء كيف ما كان النوع ديالو، لان هذا الوليد راه 25 يوم وهو كيبات في الزنقه، فراه هذا الشيء خطير عليه. الا ما اداهش بنادم راه ياديه غير الحشرات يقرصوا بالليل. فشنقول لكم الله يحفظوا الميمتو يا ربي امين. اما بخصوص الفلوس، دابا ديك 24 مليون او لا ما يزيد على 24 مليون، اكيد نتوما دابا كتسائلوا شنو دارت بها هاد السيده. سرقت 24 مليون او لا نصبت على عباد الله فما يزيد على 24 مليون، ومع ذلك اتجهت لمراكش كتسول بالولد ياك انت عندك الفلوس ايوا علاش كتطلبي، علاش ما تمشيش تعيشي معززه مكرمه، او علاش ما تمشيش تشري واحد الكونترادا ديال الطاليان كيف ما كنتي كتحلمي وتمشي وتغادري التراب الوطني. اذا علاش هاد السيده هادي بقات في مراكش كتطلب واخا عندها فلوس كثيره؟ بخصوص الاموال التي كانت قد حصلت عليها المعنيه قبل اختفائها، فيرجح ان هذه الاخيره تعرضت لعمليه نصب كبيره بزاف اللي فقدت على اثرها جميع المبالغ التي وفرتها، الامر الذي دفعها الى التنكر وراء النقاب وممارسه التسول لتغطيه مصاريف احتياجاتها الاوليه. اذن هذا الاحتمال هذا فايت لينا، ناقشناه شحال هادي، فايت لينا قلت انه هاد السيده يمكن كتعرف على شي واحد، مصاحبه مع شي واحد، دايره هي وياه انهم يمشيو يهاجروا على برا، يقدر هذا اللي كتعرفو نصب عليها، دار معاها انه يشدو دوك الفلوس ويشريو كونترادا ويمشيو يهاجروا. صدقات السيده دا ليها الرزق كامل وخلى ليها بولا 90، نصب عليها داليها فلوسها كاملين وبقات الله كريم. علاش؟ لان اصلا دوك الفلوس ماشي ديالك، انت اصلا واخداهم بطريقه اللي هي غير قانونيه، انت نصبتي على الناس شفرتي للناس ديالهم، اذا كيفاش ربي بغيتيه يسخر لك في دوك الفلوس؟ اذا انت كيما نصبتي على عباد الله جاب لك سيدي ربي واحد قافز عليك ونصب عليك ودالك الجمال بلا حمل. فداك الشيء اللي وقع ليها، جا واحد داليها الرزق كامل وخلاها خلاها الله كريم. ايوا وبقات في مراكش متنكره وكت يعني ما قدرات ترجع للقنيطره، ما قدرات تمشي لدارهم الخنيفره، ما عرفاتش شنو غدير، بقات جالسه في مراكش كتسول بداك الولد. الحمد لله انها بقات شاده عندها. فتصوروا معي لو كانت ازمات عندها الحاله، هي كتبت في الزنقه، لو كانت اضطرات انها تبيع داك الولد، صافي تبيعو باش تلقى كيفاش دير، لانها ما تقدرش ترجع للقنيطره، غتخاف غيشدوها البوليس، الام غادي تعتقها، غتوجه ليها مباشره الاتهام ديال الاختطاف ديال الابن ديالها، يعني الحبس كيتسناها كيتسناها. فتصوروا معايا لو كان شدت داك الولد ونطقت لاتو او لا لحتو في شي خلا او لا رماتو في شي بلاصه وزادت وخلاتو. الحمد لله ان ربي عمليها البصيره وبقات شاده مع هذاك الولد وما خبات ليش حتى هو وجهه بشي مانطا ولا شي ازار، يعني بقى وجهه باين للناس اللي دايزين، حتى لقاه واحد المواطن شافو تعرف عليه. فربي هو الحمد لله اللي استمع الدعوات ديال المغاربه كاملين، ربي اللي وقف مع داك الوليد عمليها البصيره، بقات جالسه ترونكل في داك الشارع حتى سيدي ربي اذن باش يجي واحد المواطن ويشوفها ويتعرف على الوليد ويبلغ عليها. اللهم لك الحمد، راه الدعوات ديالكم اخوتي المغاربه راه كيوصلوا عند الله سبحانه وتعالى، راه بفضل البارطاج ديالكم باش هذا الولد تلقى، راه بفضل الدعوات ديالكم باش ربي يوقف معاه وحفظه حتى رجع اليوم للحضن ديال ماما. اللهم لك الحمد. وفي اخر الاخبار انه من المرتقب ان توجه للمشتبه فيها تهم تتعلق باختطاف واحتجاز طفل قاصر واستغلاله في التسول.
بلا سميتو النصب والاحتيال والاتجار في البشر شغنقول لكم راه عندها تهم ثقيله جدا اللي ان شاء الله غادي يتم المتابعه ديالتها بها. وكنتمنى لها انا بعد اقصى العقوبات. وكنسول هنا الناس اللي كانوا متعاطفين معاها وكيقول لا حقه خديجه، خديجه راها ضحيه بحالها بحال اكرم. وانا كنت كندد بهذا الكلام هذا، كيفاش هي ضحيه؟ ما يمكنش انها تكون ضحيه. وهنا كنرجع انه ممكن تكون هي اللي كتكسب هاد التعاليق، ممكن هي اللي كانت كتفرج فينا وكتقول لنا راه حقه خديجه راها ضحيه بحالها بحال اكرم، باش حنا نوضو يبقى فينا الحال ونتعاطفوا معاها. لا، انا ما عمرني نتعاطف معاها نهائيا، بل بالعكس غنطالب ليها باقصى العقوبات حتى نشوف ميلودا ولات بخير وعلى خير هي وولدها اكرم، حتى نشوف ان ديك السيده رجعت لحالتها الطبيعيه. لان السيده راه في حاله صدمه كبيره، السيده ما بقات كتاكل ما كتشرب ما كتنعس لمده طويله قريبه لشهر. شوفوا شحال ضعافت، شوفوا وجهها كيفاش صفر، باه مسكين شفنا الدموع ديالو على المباشر. هاد الناس شنو داروا ليك؟ شنو كيتساهلوا منك باش ديري فيهم هاد الشر هذا كامل؟ باش طعنيهم في الظهر، وكلوك وشربوك في سبيل الله ومع ذلك جزيتهم بالغدر. حسبي الله ونعم الوكيل، فين غادي ديري وجهك امام الله سبحانه وتعالى؟ اذا اخر كلمه كنتمناو من القضاء المغربي انه يطبق اقصى العقوبات على هاد النصابه الخطيره، هاد المختطفه، هاد الانسانه الشريره. ما عمرني ما شفت شي وحده شريره بحالها في المغرب، الله ياخذ فيها الحق. اذا كانوا هادو هما المستجدات، الى اللقاء.